مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج مصر جميله. يا رب نهايه اسبوع جميله على حضراتكم وعلى بلدنا العظيمه مصر. النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقراتنا اللي متعودين عليها باذن الله، وهنبدا مع حضراتكم بفقره الاخبار. اخبار النهارده مصر جميله، نتكلم مع الخبر الاول. الهيئه المصريه العامه للتنشيط السياحي تشارك في ورشه عمل للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق البرازيلي. شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات ورشة العمل المهنية السياحية التي نظمها أحد كبار منظمي الرحلات بأمريكا اللاتينية لأكثر من 400 وكيل سياحي بمدينة ماسيو بالبرازيل للترويج للمقصد السياحي المصري. وجاءت المشاركة في هذه الورشة في إطار الحرص على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة، ولا سيما الأسواق الواعدة، ومنهم السوق البرازيلي الذي شهد زيادة ملحوظة في حجم الطلب منه على المقصد السياحي المصري خلال السنوات الأخيرة. معارض دي والحقيقة الأسواق اللي احنا بنفتحها للسياحة المصرية جزء مهم الحقيقة من عمل هيئة تنشيط السياحة. زي ما بنقول دايما انه احنا عندنا منتج سياحي قوي جدا نقدر نسوق له على مستوى العالم كله. نتكلم كمان على كل حتى التطوير اللي حاصل في هذه المقاصد السياحية وفي أماكننا التاريخية وفي العديد والعديد من المتاحف اللي تم رفع كفائتها. ده كله نقدر النهاردة نجيب من خلاله عدد أكبر من السياحة العالمية في بلدنا العظيمة مصر. خبرنا التاني النهاردة بيتكلم متحف الحضارة ينظم احتفالية بمرور 110 أعوام على بداية الحركة الكشفية في مصر. نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية تراثية ثقافية فنية عن المهارات الكشفية للمرشدات ودورهن الوطني، وذلك بمناسبة مرور 110 أعوام على بداية الحركة الكشفية في مصر والإرشادية أيضا، وتحت عنوان إن تاريخ مرشدات الكشافة المصرية. وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إن الفعالية تم تنظيمها في إطار الأنشطة الثقافية والتراثية التي يقدمها الشباب في هذه الفعاليات، والتي تساعد أيضا على أفضل الأنشطة في تنمية الشباب بدنيا واجتماعيا وثقافيا، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيد في حياتهم العملية. دي يمكن أخبارنا. آخر خبر النهاردة معانا وهو خبر عن الفنان أبو بكر عزت، حكاية فنان أبدع في أدوار الشر والجاسوسية في ذكرى ميلاده. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أبو بكر عزت، إذ ولد في 8 أغسطس عام 1933، ويعتبر واحدا من أبرز الفنانين المخضرمين في العصر الذهبي للسينما والمسرح، حيث بدأ حياته الفنية من خلال المسرح المدرسي، حيث قدم مسرحية الفضائح للمخرج كمال ياسين، وظل حبه للفن يكبر معه حتى التحق بعدها بمعهد التمثيل عام 1959 بعد تخرجه من كلية الآداب، ثم انضم إلى فرقة المسرح الحر، وتنقل عزت بين عدة فرق مسرحية منها مسرح الريحاني ومسرح التلفزيون، ثم بدأ العمل بالسينما في بداية ستينيات القرن العشرين، وشارك في العديد من الأفلام مثل معبودة الجماهير، 30 يوم في السجن، زوج في أجازة، الاحتياط واجب، وميرامار. هي مجموعة من الأعمال العظيمة اللي قام بيها الفنان الكبير أبو بكر عزت، والحقيقة اللي ما بننساهوش أبدا، وأمتعنا في العديد والعديد من أعماله الفنية. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا فقرتين زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. هيكون النهاردة في ذكرى الراحلة والفنانة الكبيرة هند رستم مارلين مونرو الشرق، والحقيقة وجزء كبير من أعمالها العظيمة والفنية الجميلة جدا كانت بتضيف قيمة للأعمال الفنية وللسينما المصرية، وقدمت العديد والعديد من الأعمال السينمائية. وهنشوف طبعا قصة حياتها في هذه الفقرة بإذن الله، وهنتكلم عن مجمل أعمالها هذه الراحلة والفنانة الراحلة العظيمة هند رستم.
هيشرفني في هذه الفقرة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الأستاذة نهلة إيهاب، هتكون ضيفتنا في فقرة الفنانة العظيمة هند رستم. طبعا فقرتنا إن شاء الله الثانية هيكون معنا الفنان ناصر عبد الحفيظ، الممثل والمخرج المسرحي، وله العديد والعديد من أدواره اللي شارك فيها في أعمال كبيرة جدا زي مسلسل الوتر المشدود، مسلسل ناصر، مسلسل خبير، مسلسل أكتوبر الآخر، والمسرحيات اللي قام بإخراجها العديد والعديد من هذه المسرحيات الجيدة جدا واللي على مستوى عالي. والحقيقة معانا ضيف النهاردة فنان ومتعدد المواهب هيشرفنا بإذن الله في برنامج مصر جميلة. دي كل أخبارنا وفقراتنا، بعد الفاصل إن شاء الله التقي بحضراتكم، ابقوا معنا. تحياتي لحضراتكم مرة تانية، بنتابع فقرات مصر جميلة على الهواء مباشرة. جزء مهم جدا من تاريخ هذا البلد العظيم هو الفنون والثقافة، وكل حقيقة شيء مرتبط بكلمة الفن. عندنا مبدعين كتير في هذا المجال، النهاردة بيشرفنا أحد المبدعين، الممثل والمخرج المسرحي، والحقيقة لديه العديد والعديد من المواهب وشارك كتير في أعمال فنية. برحب بضيفي وضيف حضراتكم، برحب بالفنان ناصر عبد الحفيظ، الممثل والمخرج المسرحي. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك يا فندم. منورنا يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقة ما نقدرش نستغنى عن الفن، مصر بلد المواهب كتير، وجزء من تاريخنا وحياتنا كله مسجل على ايدين الفنانين وعلى ايدين الاعمال الفنيه الكبيره سواء السينمائيه او الدراما او المسرح. كلمني من فضلك عن حكايه الفن في مصر. اتفضل يا فندم. والله حكايه الفن يعني هي من قبل، يعني من قبل التاريخ، مصر وثقت فنها على جدران معابدها. يعني صحيح، وانا دايما حتى في لقاءاتي بقول ان المسرح المصري مش اساسه الاغريق ولا الرومان ولا ولا ولا، اساسه المسرح المصري القديم. وفي كتاب مهم جدا للدكتور سارت عكاشه اسمه المسرح المصري القديم، هو ترجمه يعني، اتكلم فيه عن المسرحيات اللي كانت بتتعمل تمهيدا لتولي الملوك ورؤساء المصريين القدماء يعني للعرش. فكان في اخراج وكان في تمثيل وكان في غناء وكان في وفي جداريات مشهوره البنات هما ماسكين الهرب ورقصات وكده. صحيح، بالتالي تاريخنا ممتد. لكن لو نقدر نقول مثلا من بعد الثوره، ثورة 19، بدأنا في مصر نعمل جيل اسمه جيل الستينات، الجيل اللي أنا بتشرف إن أنا تتلمست على أيديه. يعني يعني أقول أنا تتلمست على أيدين مثلا السيد راضي، تتلمست على أيدين عبد المنعم مدبولي، تتلمست على أيدين، اشتغلت مع دول يعني. فبالتالي دول اللي خلوا للقوى الناعمة في مجال المسرح اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة ثقل عند الدول الأخرى. يعني احنا اللهجة المحلية المصرية لما كنت أسافر مع مثلا الله يرحمه السيد راضي أو عمر الحريري أو حسن مصطفى في جولات كده في العواصم العربية، اللهجة المصرية مفهومة. أنا ممكن صحيح أغلط في لهجة من لهجات الدول الأخرى في تونس أو في الجزائر أو في ليبيا أو غيره اللهجات، لكن اللهجة المصرية هو خلاص نفس اللهجة المصرية من الأعمال الفنية كقوة ناعمة وصلا، وأكثر لهجات فهما للناس كلها عند كل الحياة الشرائح دي. وده كان سببها الفن. دي حقيقة. الفن كان لها دور كبير قوي. أعود لمسيرة حضرتك أستاذ ناصر، وعندي مجموعة من الأعمال الكبيرة ما شاء الله، مسلسل الوتر المشدود، ومسلسل ناصر، خبير، أكتوبر خيبر، أكتوبر الآخر، يعني مجموعة من الأعمال اللي ارتبط بها المشاهد المصري في تاريخ تاريخ الدراما نقول ايه الجميلة. بص انا يعني هقول اول حاجة يمكن شاركت فيها تمثيل، كان الله يرحمه الاستاذ يوسف عثمان ماسك مدينة الانتاج الاعلامي، وانا في مجال الكتابة والنقد والمسرح، لان انا خريج اكاديمية الفنون قسم النقد يعني، فكان لي عشق من الطفولة للتمثيل. فكان دكتور خالد بهجت الله يمسيه بالخير ويديه للصحة كان بيعمل مسلسل اسمه الوتر المشدود، شاف فيها شخصية ان اقدر ادي يعني شخصيه، انا بعرف اسوق موتوسيكلات كويس. فشاف حاجه مطارده بيني ما بين اثار الحكيم، فعملنا مشاهد لطيفه في الوتر المشدود في الاقصر، وكان وقتها اللواء سمير فرج محافظ الاقصر، فكان عامل لنا يعني القوات بتاعتنا يعني حافظه، وكان الوقت اللي هو ايه اللي فيه ثقل للانتاج التلفزيون المصري وقتها. صحيح يعني صحيح، فكنا عاملين يعني كان مسلسل من اللي انا بعتز بيهم، ومن خلالك بشكر دكتور خالد بهجت وبدعي بالرحمه للاستاذ يوسف عثمان لان هم ادوني المساحه دي. هي اسماء مهمه واسماء عظيمه. بعدين كان من خلال المدينه برضو كان لقائي بربنا يرحمه الاستاذ يسري الجندي اللي هو كتب
مسلسل ناصر. نعم. وكان إخراج باسل الخطيب السوري، وده عملنا تصويره برضو في مدينة الإنتاج الإعلامي. ومن خلال برضو عم يسري التقيت بقى الله يرحمه أسامة أنا ركاشة، ممكن يكون في صور عندكم من الحاجات دي. رشحت المسلسل أكتوبر الآخر، أي نعم كانت أدوار بسيطة يعني، والفن مش بحجم الدور يعني، بتأثير المشهد يعني، فشاركت في أكتوبر الآخر وهكذا لغاية ما رحنا المسلسل التاريخي يعني، رحنا الخيبر السلطان والشاه، وده كان إنتاج سكوب ميديا دبي. جزء مهم جدا من اللي احنا افتقدناه في حقيقة قوة الدراما المصرية هي المسلسلات التاريخية والدينية الحقيقة. بالظبط. شايف عدم وجودها له تأثير؟ طبعا. يعني مش عارف، لكن هتكلم اخد راحتي احنا على الهواء، لكن فكرة ان الدولة تنسحب من مدينة الانتاج والتلفزيون المصري ينسحب عن الانتاج، هو اللي بيدي مساحة ان غيرك ينتج ويظهر. وغيرك لان انت عندك القوات البشرية في مصورين ومنتجين وفنانين ودارسين اكاديمية الفنون عشان يبدأ، لسه قدامه وقت كبير. كويس. انت عندك الرصيد، فبالتالي حتى لما بيحتاجوا يعملوا حفلات برا بيجيبوك انت. صحيح. حتى لما بس مشكلة لما بيجيبوك انت، ما هم بيوثقوا تاريخك من خلال اعمالهم اللي هي ملكهم دلوقتي. يعني لما مش عايز اروح للمنطقه دي بس يعني خلينا نقول ان لازم الدوله ترجع بدورها. رجوع دور الدوله هو اللي هيحمي القوى الناعمه من الانحدار اللي احنا بنحس بيه. لانه انا ما اعتقدش اي منتج خاص سواء خارجيا او داخليا هيفكر انه يعمل مسلسل تاريخي او مسلسل طول ديني طول عمر. من وقت ما تاسس، من وقت انا قلت لك من المصريين القدماء. نعم. اهتمام المصريين القدماء بالجداريات وتوثيق، كما لو كانت في الجداريات عباره عن مشاهد سينمائيه. صحيح. هي ده توثيق كقوة ناعمة بتمول من الدولة. لأن ده أنت جيش زيك زي الجيش، بس جيش عقلي. جيش بتاخده من الوطن، بتخدم بلدك من خلال الفكر ومن خلال ومن خلال ومن خلال تعتيم على المناطق دي. وانسحاب الدولة انسحاب الدولة عن دعم الإنتاج في المنطقة دي هيودينا في منطقة هنبقى أقل ليفل. والناس بدأت تقول لك احنا المنتجين واحنا اللي بنعمل واحنا كدول يعني، وانت في منافسه شريفه. دي صوره لاحد اعمالك دي كانت في المسرح. الله يمسيه بالخير الاستاذ ايهاب فهمي طبعا. انا لازم البس النضاره الشاشه الصغيره. دي سيرة حب. ودي طبعا طقم العمل معايا الله يمسيه بالخير احمد الدمرداش، ومعايا نجوم سيرة حب يعني، قعدنا 3 سنين على خشبة المسرح. ونجاح سيرة حب كان جزء كبير بتوثق قصة بليغ حمدي. بليغ. انا حضرت العرض ده. ده هنا خيبر بقى. ده الله يمسيه بالخير محمد عزية المخرج الاردني، شيخ المخرجين العرب. معلش سامي، عايزك ترجع تاني لسيرة حب، لانه يعني العمل حب ده بقى. العمل ده عمل مهم جدا الحقيقة. انا حضرت العرض المسرحي ده. انا كنت الابنودي ده. حضرت فعلا، يعني افتكرت فعلا الدور بتاع حضرتك وادوار انا بتكلم هنا على احياء ذكرى الحقيقه. فنانينا الكبار قد ايه مهم قوي انه الاجيال الجديده تعرف الناس دي عملت ايه للفن وصنعته ازاي. بالزبط. وايه حياته وقصه حياته التاريخيه اللي كان جزء كبير منها صعاب. بالزبط. ما كانتش بالسهله يعني. بالزبط. بالزبط. ده دور الفن يا استاذ نصر. دور الفن التأثير يعني. بليغ في احتفالات اكتوبر له قصة شهيرة جدا. ان هو جاب وردة وطلع يلا احنا هنعمل دلوقتي وكان الله يرحمه الابنودي اللي كنت بعمله في المسرحية دي احلف بسماها وبترابها. الاغاني اللي من الوجدان بتعبر عن وجدان الشعب وبتقول له بالحماس وعايشة طول للابد. عايشة. عايشة اقصد، لكن في اللحظة نفسها. لان انت عندك القوى الناعمة جاهزة وانت داعمها بكل الاشكال. اول ما حصل حرب وقرر الجيش المصري ان هو ياخد حرب انتصارات اكتوبر، كانت كتيبه القوى الناعمه شغاله. صحيح. شغاله على الهوا. صحيح. واديت لك واثرت في الوطن العربي طبعًا كله. صحيح. طبعا. فهنا ده اللي انا بقوله، غياب دور الدوله عن دعم الانتاج وعن دعم المنتج الواعي والفنان الواعي اللي هو واعي بوطنه، واعي بقدرات جيشه، واعي بالحصار اللي بيحصل حوالين بلده، واعي بالافكار دي، هيكون اكبر مدافع. كلمني عن استقبال الجمهور للاعمال دي يا استاذ نصر. لاعمال اللي هي اللي لسه هنتكلم عنها ولا هنتكلم عنها. استقبال الجمهور اول حاجه، لانك انت بتقدم عمل فيه غنى، فيه استعراض، فيه كوميديا، فيه بتدي للجمهور حقه في ان هو جاي يسقط المشاكل ويستمتع بمصر. دي اول نقطه. وكمان بتدي له جنب ده وعي.
يعني مش مجرد انك انت بتدي له مجموعه افيهات او بتدي له شويه نكت يضحك عليهم، لا، في وعي، استقباله بيبقى طبيعي جدا، بيغير منه. صحيح. الفن رساله، والرساله الفنيه بتوصل في اتجاهات، يا اما اتجاهات حقيقيه واما اتجاهات حقيقيه يعني تساند الدوله المنتجه اللي بتحافظ على اولادها، يا اما هادمه. الرسائل الهادمه دلوقتي للاسف واسرع فيه. اداه توصيل للرسائل طبعًا. هو الفن طبعًا. يعني احيانا فيلم بيختصر تاريخ كبير جدا، انت بتدخل جوه المتلقي دون ادنى فكر على ان هو بيقول لك ان ده قاصد يوجه لي رساله. تدخل دون مباشره. دي ايه دول دي فين؟ ده الله يمسيه بالخير استاذ ماجد المصري، دي مسرحيه زي الفل اللي عدت ده. انتوا عديتوا حاجات كتير. لسه كان على مسرح البالون. ده كان عمل ليبي. انا سافرت ليبيا كتير واشقائنا في ليبيا عملت اعمال مسرحيه منهم على فكره مسرحيه وجوه. وجوه كان الكاتب الله يرحمه السيد راضي. طبعا استاذ خالد جلال طبعا. الله يمسيه بالخير، دلوقتي عامل عرض جامد جدا اسمه حاجه تخوف. غير عرض هنا الاستاذ ريم البارودي، ودي مسرحيه زي الفل برضو. ده كان على خشبه مسرح البالون. يعني تجارب المسرح قد ايه بتساهم استاذ حسن؟ ده الله يرحمه الله يرحمه. ده احنا على فكره دي كانت جوله لينا في دوله ليبيا الشقيقه. كان معانا الله يرحمه، دي مسرحيه وجوه. من انجح المسرحيات اللي ربنا اكرمني عملتها مع صديقي شرح البال عبد الهادي. ودي سافرنا بيها، كان ليها شويه حظوظ كتيره جدا. بتحكي عن ايه المسرحيه دي؟ هي منظور اجتماعي بحت. انا ما بحبش ادخل سياسه ولا دين ولا جنس، لكن بقى الشخصيه الاجتماعيه، ولد عامل دهانات وهو عنده طاقه امل طول الوقت انه يلون الاشياء الحلوه اللي حوالين منه، الاشياء القبيحه يعني. وهو يواجه طلاق، انفصال الاب عن الام، فبيبقى منفردا في الحياه. بعدين بيواجه مشكله زوجه الاب وزوج الام. فبالتالي بتقصوا عليه الحياه لغايه ما بيمر ان هو بيكتشف قبح الوجوه المتحوله حوالين منه. وما اكثرهم يا استاذ طارق. يعني احنا الوجوه اللي بتتحول معانا، انت يمكن قاعد معاك النهارده فجاه تلاقيه عنده وش حد تاني يعني. فكنت بدور على رساله ان يخليك ماشي ببساطه وتلقائيه وواجه واحد. ده هيبقى مريح جدا للناس، لكن هو للاسف بيروح للوسة ويتجنن وينزل وسط الجمهور كده. ده مشهد من المشاهد اللي حضرتك بتأديها وجها لوجه مع الجمهور. وده كان في المنطقة الجنوبية العسكرية طبعا. قواتنا المسلحة. نص الجمهور هتلاقيه جيشنا المصري. والنص الثاني هتلاقيه العمد ومشايخ مطروح. وده كان على قصر ثقافة مطروح. وانا حابب احكي عن مسرحية فاكر الديالوج ده؟ طبعا. كنت بتقول ايه؟ الديالوج بتاع ده بدور جوه كل واحد عنده كام وش. فكان الجمهور هو اللي بيحدد لي المساحه الزمنيه اللي بقعدها في وسطه على خشبه المسرح. لان يعني في بعض واحد من الجمهور تقريبا في الفيديو ده، لان ده فيديو مصور من الجمهور مش مننا، بيقول انا عندي 10، فبقول له 10 بس. عديت له اكتر من وش هو ما يعرفش ان انا عارفهم. انا عرفتهم منين؟ هي تحولات الوجوه اللي اسقاطات على انك تدور على وش واحد بس تعمل بيه مع الناس. اخطات، انا اخطات. هاجي اقول لك انا اسف. ما اخطاتش اقول لك والله خد بالك انت اللي فاهمني غلط. فبالتالي ده بيبقى مريح. فانا بدور في مسرحيه وجوه على ان البني ادم يمشي بمفرده روحانيه عقائديه ليها بسماحه العقيده الاسلاميه. انك تبقى ماشي بوش واحد بس. ما انتش محتاج لاستخدام وشوش كتيره عشان تعيش وربنا يفتح لك ابواب الرزق. فدي كانت رسالة عمل وجوه. وجوه كان ليه شوية حظوظ كتيرة معايا. أول حاجة لما رحنا بجاية، احنا ما كنتش رايح عشان أخد جوائز ولا غيره، لكن الجمهور الجزائري، أنا عرضت في العاصمة وعرضت يقولوا في الصعيد كده في ولاية اسمها بجاية اللي هو كان مهرجان الدولي للمسرح في بجاية. الجمهور الجزائري تقبل أولا اللهجة المصرية، قلت لك يعني كقوة ناعمة. تمام. الجمهور الجزائري اللي معظمهم كانوا بيتكلموا فرنسي مع يعني مع لغة عربية شوية، لكن لهجتك المحلية المصرية واصلة، استقبل العرض لدرجة ان الوزيرة وقتها بعتت لنا خطاب ان احنا نروح نعمل جولة في الجزائر خميس وجمعة في كل ولاية. هم 43 ولاية. كنا هناخد لنا مساحة زمنية كده. طبعا. ما تحققتش. ان جيت هنا لقيت في الثقافة عندنا طبعا بشكرهم
كرمونا وقعدنا مع دكتور صابر عرب وقتها وبعدين لقيتهم عاملين لي خطاب بان انا اعمل جوله جوه مصر قبل ما اسافر. طب العروض المسرحيه المستقله انا مش منتج يعني انا مش مش بنتج، لكن كانت التجربه دي من التجارب اللي انا حابب اخطو بيها في مجال اني يبقى عندي استقلاليه وعندي فكرتي اللي انا عايز اقدمها لدولتي البلدي في الفن المسرحي. يعني اكتر ما يسعدني انا بشكل شخصي في مجال الاعلام وفي مجال الثقافه انه يكون عندنا اعمال ليها اهداف تمام وصاحبة قيمة، وده اللي يمكن جلنا شوية تربى عليه بعيدا عن التسطيح وبعيدا عن يعني الانزلاق في كتير من الأمور اللي هي مش بتاعتنا خالص أو مش المصريين، ممكن يكون جزء أو شريحة والشريحة دي مش هي الشكل المجتمع يعني. فأنا أتمنى أن احنا نعود للقيم مرة تانية إن شاء الله. أخيرا أستاذ ناصر، أمنياتك وأحلامك كفنان وكمنتج وكاتب سيناريو وكل الحقيقة المواهب اللي عند حضرتك. والله أنا بقول أنا لازلت في البداية، لازلت بجرب، لازلت بطمح أني يبقى عندي تجربة مسرحية خاصة، مدرسة من زي مكان الأجيال اللي تتلمست على أيديها لهم مدرسة تخصهم في تقديم الأعمال الفنية، زي مدبوليزم، زي فؤاد المهندس، زي طبعا سيدنا محمد صبحي. نعم. يعني أسماء في المسرح المصري رائعة يعني، وقدمت أعمال لا يمكن أبدا ننساها. بالضبط، وأعتقد أن ده ربنا ما قدرني، بدأت أحققه في آخر مجموعة أعمال، آخرهم متجوزين ولا أو يعني أنا عملت شوية تجارب خاصة بيا كده بعد تجارب مسرح الدولة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا بإذن الله. بإذن الله، يعني. بإذن الله أستاذ ناصر، نورتني يا فندم. ميرسي لحضرتك، وشكرا جزيلا لوجودك في مصر الجميلة، وبنسعد دايما بكل مواهبنا صاحبة القيمة الحقيقية اللي بتضيف لمجتمعنا المصري، لأنه زي ما تفضل يعني ضيفي الكريم اتكلم على جزء مهم جدا، أنه الفن هو رسالة طبعا بالتأكيد، لكن رسالة لتهذيب وثقافة المجتمعات، ده جزء مهم من حوارنا النهاردة. شكرا جزيلا حضرتك ومسير مصر جميل. تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا الفنان والممثل والمخرج المسرحي الأستاذ ناصر عبد الحفيظ. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي بحضراتكم، وأيضا سيرة من سير المبدعة الراحلة هند رستم، نتحدث عن مشوارها الفني بشكل كبير جدا. ابقوا معنا من فضلكم.